نظام الولاية يكون على كل نساء السعوديات إلين تموت مهما كان عمرها 50 أو 60. صدمت الناشطة السعودية رهف القنون المتابعين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو قصير وهي تقبل صديقتها أو حبيبتها بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة. وصدم المتابعون من هذه الجرأة التي تتمتع بها رهف، خصوصاً أنها سبق ودخلت في علاقة مع شاب وأنجبت منه ابنتها الوحيدة. ويبدو أن رهف اختارت أن تتخطى الخطوط الحمراء مرة ثانية، فهل غيرت ميولها؟ وهل تخلت عن ابنتها من أجل حبيبتها؟ أسئلة كثيرة طرحها الجمهور بعد هذه المشاهد الجريئة، متسائلين عن الأسباب التي قد تدفعها لأخذ هذه الخطوة. ومن ناحية أخرى، كان ذكر الكونغولي لوفو لوراندي رهف القنون أن فحص الحمض النووي DNA أظهر أن ابنتهما ريتا ليست من صلبه. وقال راندي في رسالة دونها عبر خاصية القصص على موقع إنستغرام: دائما ما رغبت بأن أعمل فحص DNA، لكن أحببت ابنتي كثيرا، كنت خائفا من خسارتها، لكن أمها كررت أنها لا تريد ابنتها، والآن أفهم لماذا لا تريدها. وتابع: لأنها تعلم أن الفحص يخبرني بأن ريتا ليست ابنتي وأنني سأتركها لهذا السبب، لم ترد مني أن أجري الفحص. وبعدما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها، أرادت مني أن أرعى ريتا بينما تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها. وأضاف: كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك، ووجدت أنها ليست ابنتي. أرسلت لرهف وأخبرتها عن الفحص، فقالت إنها سعيدة أنني لست الوالد، وأن ريتا ستكون بحال أفضل مع أب آخر غيري. وصرح: لقد مرت أسابيع منذ أن أخبرتني رهف أنها تعرف والد ريتا الحقيقي. ريتا لم تعد تعيش معي بعد الآن، أفتقدها كثيرا، أنا فقط أدعو الله أن يراقبها ويحميها، سأظل أناضل من أجل حضانتها. I want you guys to know what she's doing. She's not a very good woman because you a lot of people you supporting her. Oh, she's great. ويأتي ذلك بعدما تدخلت الشرطة الكندية في مطلع يونيو الماضي مع تصاعد الخلاف بين القنون وزوجها الكونغولي، الذي أبلغ السلطات بشأن اختفاء ابنته على يد والدتها رهف. أود أن أبدأ بالتعبير عن شكري لحكومة كندا، تايلاند، واليو إن إتش سي آر وكل من ساعد في لعب دور.